مباشر معاك اكتر، انتوا بتحاولوا تستحوذوا على القوة الناعمة في المنطقة؟ نحن لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في أي مكان في العالم، نحن نحاول رفع جودة الحياة للمواطنين في البلد عن طريق الرؤية المباركة لسمو سيدي ومتابعتها الشخصية لكل القطاعات، ونستهدف زيادة عدد السياح. وبالعكس، احنا ولا عمرنا اللي يحاول يستحوذ على قوة ناعمة بيستخدمها في أشياء أخرى، بالعكس احنا بنبروز كل أنواع الفنون بأعلى مستوى بأعلى جودة. فيصل، أنا أتمنى أنك تسأل فيصل عن أرقام كل محتوى، الأفريج حقه في 3 سنين، ولغة الأرقام لا تكذب. قول لنا النسب المئوية للمحتوى اللي اتعرض في ال3 مواسم قبل كده. طيب بالنسبة للمحتوى السعودي 37%. 37% سعودي. 37% سعودي، يليها المحتوى العالمي 33%. بعد ذلك المحتوى المصري 11%. المحتوى المصري 11% فقط؟ فقط 11%. بعد كده بيجي المحتوى الخليجي 9%، والمحتوى اللبناني 6%، والباقي بقية المحتوى العربي. ده احنا عاملينه يعني زي ما بيقولوا تفنيد او تفنيط للمحتوى اللي موجود، سواء كان مسرح سواء كان موسيقى، سواء كل انواع الفنون اللي بتتعرض في موسم الرياض، كل شيء حتى المطاعم. في ناس مثلا، بعطيك مثال، يعتقدون مثلا اخواننا في لبنان ان المحتوى اكثره لبناني، لانه ايش؟ مركزين على قنوات معينه وعلى شراكة مع LBC وقنوات أخرى لبنانية في النقل، فهم لما يتابعوا قنواتهم فالمواطن بيشوف قنواته MBC مصر، المواطن المصري بيشوف قنواته الخليج MBC 1 وروتانا خليجية، فبيشوف قنواته. فكل محتوى طبعا العالمي نشتغل على كل القنوات. ففي النهاية هو ده الترتيب في ال3 مواسم اللي فاتوا، الأفريج في ال3 مواسم اللي فاتوا، هذا أفريج. جمعنا ال3 مواسم حصلنا على هذه النسبة. في مواسم يرتفع فيها وينقص، لكن الأفريج كله بشكل عام هذه الأرقام.